شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت الفتره الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي 46-32. طبعا المباراه بتيجي في دور قبل النهائي او الجوله الاولى في الدور قبل النهائي ما بين الاهلي وسبورتنج. ارحب بكابتن عمرو صابر المره الثانيه. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن عليا، يعني برحب بيك المره الثانيه. اهلا بك يا كابتن. كابتن عليا، سريعا يعني راي حضرتك في الفتره الاولى والثانيه. هو طبعا حصل لخبطه قبل الماتش على طول، زي ما احنا قلنا الفرقتين حصل عندهم لخبطه. الاهلي بداوا شويه مش مركزين في الماتش، او في شويه كل واحد بيلعب لوحده شويه، بس قدروا بعد كده يلعبوا. حصل بريشر ديفنس، عملوا دفاع كويس جدا من نص الملعب وثلاث ارباع الملعب زي ما احنا كنا قايلين، هو ده اللي فتح الماتش شويه. سريعا سبورتنج طبعا دخلوا في الماتش متاخر، بداوا كويس قوي، بعد كده في النص تعبوا نتيجه الضغطه بتاعتنا. ونادين ريحان انا قلت لحضرتك ان هي تمام يا كابتن. كابتن عمرو، راي حضرتك سريعا في المباراه. زي ما انت قلت يا كابتن هاشم في الاول خالص، هو علي هاشم لعب 10 لعيبه، عمل روتيشن، عمل كل انواع الدفاع، ابتدى زون، غير مان تو مان، لعب بريس. عندنا في الفايقين قايله طبعا، سوريا تقريبا هم اللي جايبين نص سكور، بعديهم نادين السلعاوي. هي في التغييره بس بتاعت نوع شتا وجنه، هي جنه لعبت خمسه ما لعبتش اربعه. تمام بس. تمام يا كابتن، ده كان تحليل حضرتك. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونرجع نكمل تحليلنا الفني على مباراه الاهلي وسبورتنج قبل نهائي المرتبط ولكن بعد الفاصل.